جمال عبيدات فلاح من ولاية أدرار، شخصية متشبعة بالروح الوطنية استمدها من حبه لأرضه وارتباطه بها، فهو لا يفرط أبدا في أداء واجبه الانتخابي والإدلاء بصوته منذ أن بلغ السن القانوني لذلك. الحمد لله تاع الفوت توجور ونفوت وكلش، وهي الوراق تاع الفوت هم عندي القدم وجديدة هذه ديما نفوت، ما كانش فوت اللي ما نقوله ما فوتش، والحمد لله ما ومازال ان شاء الله كاين الامان، ومازال ان شاء الله البلاد نتاعنا راهي فيها رجال. السلطه الوطنيه المستقله للانتخابات مندوبيه بلديه اضرار، ومنذ تنصيبها تعمل على انجاح عمليه المراجعه الاستثنائيه للقوائم الانتخابيه من خلال استقبال المواطنين وتوجيههم. باش نسجل في عملية فوت باش نتحصل على بطاقة الناخب، باش إن شاء الله ربي يسهل ونتخب يوم 7 سبتمبر. نتمنى الخير لهذه البلاد، ونطمن أي مواطن يقدم للبيرو تاع الانتخابات ويسجل روحه. تسجيل الناخبين سواء الذين بلغوا السن القانوني لأول مرة أو المواطنين الذين تم إغفالهم، كذلك يقوم عملنا على تحيين معلومات المواطنين بالنسبة للذين عندهم أخطاء في شهادة الميلاد أو الأخطاء الموجودة في بطاقة الناخب، كذلك المواطنين الذين تم تغيير عناوينهم وسكنهم. منطقتنا منطقة معروفة بالحرارة الشديدة خصوصا في هذه الأيام، يمكن للمواطن تسجيل نفسه عن طريق الويب. المواطنون هنا ببلدية أدرار كلهم وعي بأهمية الموعد الانتخابي الذي سيكون في يوم 7 سبتمبر المقبل.